والله تونس عندها كل شيء. تونس ما تخاف كان من روحها، وتونس نتصورها حتى في الماتش الثاني كيما العاده باش نخسروا 3 ماتشات ونروحوا على رواحنا. قداش تتصور النتيجه كي؟ ان شاء الله بحول الله باش نخسروا 3-1 ان شاء الله، وكالعاده باش نماركيو بونتو ونروحوا فرحانين به البونتو ذاك ونقعروها الدنيا، واخيرا ماركينا بونتو في كوب دافريك. الحمد لله انجاز تاريخي هذاك. نحن راهو كان يعملونا بطوله نتاع حديث، نحن اقوى دوله في الحديث. لوك لوك لوك، نحن في الحديث اقوى دوله معناها. والله ان شاء الله نربحوا، احنا ما يلزم الانترونير يراجع حساباته شويه. مثلا هي المره الاخرى عملت 3 شونجمون، هي 3 شونجمون غالطين، ينجم شونجمون واحد يبدل بيه ماتش كامل. الفرجاني ساسي يطيح شو اسمه على اليمين تاع ليطوال هذاك شو اسمه كشريدي، يطيح على اليمين ويخرج رامي البدوي ويخرج يدخل الفرجاني في الوسط، تمشي البارتي زين فهمت. وماذا بينك الخزري والمساكن كله ليكيب ناسيونال راه مش نتاعكم، راه نتاع تونس الكل معناتها. دونك باش معناتها يصير شونجمون راه يلزمو يصير شونجمون، وان شاء الله يوصل الميساج هذا معناتها ليكيب ناسيونال وللناس اللي دايره. والله كان ثم دي بوست معناها، ثم دي جوريت ماهمش في لي بوست نتاعهم. ان شاء الله بتغييرات معناها في التشكيله، ان شاء الله ينجم معناها في ماتش مالي نجموا نرجعوا ان شاء الله في السكور. انا نتصور البدري والشعلالي لازمهم يكونوا، والجوارات معناها مثلا رامي البدوي ما يكونش اساسي، معز حسن زاد جول، بونتا الخنيسي. تصور هكا التشكيله كما كاين، ان شاء الله نربحوا مالي ان شاء الله. توقعاتك للنتيجه مع مالي ان شاء الله 2-0 1-0، المهم نربحوا هكا البارتي تاع الكره ان شاء الله. معناها يحاولوا الفريق الفني يحاولوا معناها يعملوا تداخل كوم الفو باش البارتين حاولوا باش نربحوا، خاطر الربح هذايا هو اللي يعطينا معناها لافونس القدام، فهمني. يلزمنا نربحوا الماتش هذايا معناها شنو نجموا نقولوه، وما يدخلوش في المدرب برشا. المدرب لازم يكون عنده شخصيه فهمني، ديسبلين هي الكل، ماهيش مربوطه على الخزري ولا مساكني ولا شكون فهمني. هذايا ناس تلعب على 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 الفريق القومي، الفريق القومي معناها تلعب على تونس، معناها على الوطنيه نقولوا احنا، معناها بلاد كامله هي تستنى فيه. ماذا بيه باش يلعب؟ يتفضل يلعب، مش باش يلعب يخلي لغيره. الفريق القومي مش مربوطه بالاسماء ولا بشخص معين، مربوطه باللي يعطي معناها يعطي خير فهمني. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله يا ربي نربحوها، خاطر كي نربحوها نجم نقدموا القدام. خطوات اساسيه على مستوى التشكيله وحتى على مستوى الرسم الفني، رانا ما نجمش نوصلوا حتى نتيجه بالطريقه هذه فهمت. وتونس قادره باش تعمل مخير، احنا طموحاتنا اكبر فهمت، ونجم فريق الوطني التونسي يعمل افضل من كي برشا. باش يكون يتعادل يا واحد بلاش، واحد بلاش المالي والا لتونس. التشكيله ايش رايك؟ التشكيله نصور باش يعمل تغييرات في التشكيله، باش دخل معنا جورات واحد اخرين في لافون سونتر، لانه ما فماش مهاجمين بالكدا، فماش معناها المساك اللي فات عملوا عليه ما جاب حتى نتيجه، وبالعكس معناها فيزيكمون ضاعوا في الدوزيام ميتون، ضاعوا ياسر معناها ماهمش ما نجموش يقدموا حتى رجلتا اذا كان يواصلوا كيما كيكا. دونك لونترونور مطالب باش يغير التشكيله تكنيكمون وحتى فيزيكمون، يدخل ناس احضر من حاضرين خير باش ينجم يجيب نتيجه. ان شاء الله مربوحه لتونس.